بسم الله الرحمن الرحيم. اتصرح للسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه، والسيد رئيس الحي رئيس الهيئه العمرانيه المهندس محمد نور، والى ما يهمه الامر بخصوص نفق ابو زارع. النفق ده دايما احنا بنقابل فيه مشاكل كتيره، وخصوصا بخصوص الميه اللي ما يعني مجهوله المصدر. مش هقول مجهوله المصدر، لان الناس كذا مره تفحت وتشتغل، وللاسف الشديد ما بنوصلش برضو الحل، بس الناس شغاله اهي وبتحاول تبحث عن السبب. الميه ممكن اي شويه ميه امطار ولا حاجه، اي شويه ميه مطر بتغرق النفق. فيا ريت سياده المحافظ وسياده رئيس الحي ياخدوا الاقتراح البسيط بتاعي ده، حتى عشان ما نشقش على الناس كل شويه، لان احنا برضو هنا حتى النفق لما يمشي هيبقى قدامه برضو بيوت، مش امامه مساحه كافيه لسير السيارات. فانا بقترح ان يكون المكان ده نفق مشاة فقط، يبقى عالي عن مستوى الارض شويه، ويتعمل محلات للشباب تستفاد منه بدل الاكشاك. هيبقى احنا دخلنا مورد للحي شهري، وشباب استفادت، وفي نفس الوقت حلينا المشكله بتاعت نفق ابو زارع. وكده كده بالنسبه للسيارات، احنا عندنا نفق مصنع المكرونه شغال، وعندنا نفق الفكهانيه بتاع الكنيسه ده شغال. بالنسبه للسيارات انا بضم صوتي الاستاذ احمد كشري بخصوص نفق ابو زارع، انه يتعمل مشاة، وهنا جنب الطريق ده يتعمل اكشاك او محلات للشباب الخارجي، الشباب الخارجي او الشباب اللي محتاجه المكان ده. وانا من سكان المنطقه وبعاني من المكان من زمان، واشكر الاستجابه السريعه من الحي ومن الفرق الصحي ومن هيئه الشرطه، وهم استجابوا معانا. بس اتمنى ان هم يعملوا طريق مشاة، وطريق بالنسبه للعربيات يكون من ناحيه ابو زارع او من ناحيه الفكهانيه، وهنا يبقى عبور مشاة بس، وهنا عشان الارتفاع كده بعصر لو اترفع على قد الرصيف ده. تمام. احنا برضو نضم صوتنا للشباب، ونضم صوتنا للاستاذ احمد كشري، على اساس ان المكان محتاج ان يكون هنا في مشاة، ويكون في اناره، ويكون في محلات، عشان يبقى ما فيش حد يرمي زباله ثاني، والمكان يبقى نظيف. واجهتنا واحنا سكان المكان بنعاني منه من زمان الزمان. وبرضك نشكر برضك رئيس الحي، ونشكر برضك الطرف الصحي والمياه الشرب والناس القائمين على العمل والميه. ما احنا معاك، بس انا اهم حاجه رئيس شبكه الماء المهندس احمد بنني، وطبعا المهندس محمد عمران الصرف الصحي، والاستاذ طارق، وطبعا نائب محمد علي برضو، عشان برضو نائبنا الكريم محمد علي، على الدكتور محمد علي عبد الحليم معانا في كل وقت، اما متصل بيه في اي حاجه بيكون معانا، وبيكون الفريق بتاعه متواجد. واتمنى من الناس تكون زي ما احنا يعني عايزين كده، فيكون بصوره مشرفه للمكان.